الكذوب عيشونا بالوعود بركة من الكذوب عيشونا بالوعود بركة من الكذوب والبلدو سير بحالك صحة ماشي ديالك والبلدو سير بحالك والصحة ماشي ديالك والبلدو سير بحالك والصحة ديالك والرمين ها هو والرمين ها هو والرميد ها هو والرميد ها هو عيشونا بالوعود بركة من الكذوب عيشونا بالوعود بركة من الكذوب والبلدو سير بحالك مريضة مهلوكة عندي السكر عندي الطمس وعندي القلب ورجلي هي حالتها ما كاينش العلاج ما كاينش اللي غيشوفيك ما كاينش هاد الحالة كي دايرة هضري مزيان هضري هادي مزيان بزاف وما كاينش اللي غادي يشوفك وما كاينش اللي غيداوك واخا تمشي ما كيدافك حتى شي واحد واخا عندك الرميد واخا كلشي وانتي جمعوا لي على المحسنين باش نشري الدواء ما عندي لا اللي يخدم عليا لا والو الصحة مهلوكة منا شوف اوليدي حنا معذبين بزاف ومرتين هاد الناس لا مالين السكر ولا مالين الدياليز الدواء ما كيعطيو ليكش التحاليل اللي جيتي ديرها تمشي ديرها بالفلوس عندنا الرميد ما نستافدينوش انا اللي قدامك مشيت للسبيطار وباش ندخل عند المندوب ونشكي عليه جراو عليا من الباب ما خلاني حتى واحد يستقبلو الرميد عندي مشيت درت تحليلات ب 10000 برا ما عندي لا ميتيال ما عندي مدخول غير العائله تيجمعوا لي الحباب هادشي راه ماشي حق راه ظلم هادشي يحسوا بالناس اللي مرضى مساكن راه هما عليهم الله سبحانه وعاش الملك كنقول لهاد الناس خصهم باش يبقاو ان شاء الله يديروا دياليز يديروه هنايا في المدينه ديالتهم لانهم كيمشيو مكرفسين كيركبوا في التران وكيمشيو مكرفسين حتى لتمايا ومني كيديروا الحصه ديالهم كيخرجوا سخفانين يعني باش غاديين يخرجوا ويلقاو الرعايه ويلقاو باش يكونوا مرتاحين خاصهم عاد يمشيو على رجليهم ولا يركبوا في الطاكسي ويمشيو يركبوا ثاني عاد يشدوا التران ويجيو راجعين للقنيطره يعني من بعد دياليز يتمو جايين مسافرين راه مشكله هاد يعني راه ماشي معقول هذا الشيء راه خاصهم يديروا لهم الدياليز هنايا وخاصهم يعطيوهم الدواء لان امراض مزمنه راه خاصهم ما يفكروش لا في دواء ولا في تحاليل ولا في حتى حاجه ماشي يفكروا في المرض ويفكروا في الدواء منين خاصهم يجيبوا الدواء منين خاصهم يجيبوا التحاليل راه مشكلات راه خاصهم يديروا معنا شي حل وحنا المرضى عندنا تيتعذبوا بزاف من هنا تيمشيو حتى للدار البيضاء باش يديروا الدياليز الدم والتحاليل تيجيو هنايا للمدينه ديالهم القنيطره ديالهم يعني مدينتهم اللي خاصها تحتضنهم ما كاينش لا تحاليل لا حتى شي حاجه والناس مساكن مكرفسين معذبين وبزاف ماشي شويه بزاف معذبين والسلطات مثلا ما كاينش شي اذان صاغيه اللي غادا تصنط لك وغتوقف معاك وغات يعني دير لك واحد الحلول ولا هذا اللي لهذا المرضى بغينا نقول للسلطات تدخل الله يرحم الوالدين يدخلوا لهاد المرضى هادو راهم مساكن ضايعين بزاف لان من المدينه ديالهم ما تتحتضنهمش ويمشيو باش يصفوا في الدار البيضاء ولا باش يصفوا في الرباط عاد يلقاو راه هذا ظلم كثير بزاف الوقفه السابعه هذه ديال مرضى التصلب الكلوي والسكري اللي في هذا الموسم في ديال السنه هذه 2019 الملاحظ هو انه واش ما كاين حتى شي واحد ما كاين حتى شي مخاطب كاع اللي غادي نتكلموا معاه لان الناس هذو كيتفرجوا كيوقفوا الناس كيمشيو في حالهم كيجيو كيبردوهم كيقولوا واخا صافي كلوا يعني غادي نعيطوا غادي نديروا ما كيعيطوش ما كيستجبوش المرضى فؤاد والمسؤولين فؤاد ما انا بعدا شخصيا ما بقيت فاهم حتى حاجه من هاد الناس هادو ما بقيتش فاهم واش عطاك الله مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى وامام العبد الدوله عطاتك واحد المسؤوليه باش تحملتي مسؤوليه هاد الناس هادو فجلس مع هاد الناس استقبلهم شوفهم شنو خصهم صمت ليهم شوف واش نيت بصح هاد المطالب ديالهم واش كاينه نيت فعلا المطالب ولا ما كايناش واش هاد الناس كيعانيو نيت فعلا ولا ما كيعانيوش اذا كاين شي ما تقدر ما دير على الاقل غير يحسوا بلي راهم بنادم بعدا دابا لا نقل توفر لهم لا دياليز كيديروه لا استقبلوه اش بغيتوا هاد الناس يديروا بغيتوا تمشيو لعند شي التران دابا تعرضوا للتران ولا يحطوا يبدوا البطاقه ديالهم يلوحوا لكم يشوفوا بحال الاخوات المغرب بقات لي بقات لي اخوان المغرب يمشيو فحالهم يمشيو حتى هما يطلعوا للحسيمه ولا يطلعوا لوجده ولا يطلعوا شي يخرجوا لشي بلاد اخرى يمشيو عند شي دوله اخرى من غيرها اما كان عاد شي ديال هادشي اللي كنشوفوا دابا راه حشومه وعيب وعار ان الناس المسؤولين الممثلين ديال صاحب الجلاله يجيو عندو الناس هكا مرضى
كيطالبوا بالحقوق ديالهم وديال حنا باغي نديروا الدياليز ولا باغي وما ما يكلفش نفسه حتى يستقبلهم ولا يصيفط لهم حتى شي حد يشوف اش بغيتو. دخل معاهم في حوار. هاد الناس راه ما كيطلبوش لك شي حاجه، جي عندهم جلس معاهم الضرب قول لهم اش بغيتو، واش عندكم الحق ولا ما عندكمش الحق. كنحطوا لك المراسله بسيمانه بجوج سيمانات باش تكون عندك المعطيات باش تعيط تشوف المندوب تشوف هاد الناس. تما جلس دير اللجنه، دير انا راك راه مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى وامام امام صاحب الجلال انك في هاد الشعب هذا تحملتوا المسؤوليه وتحملوا المسؤوليه على اكملها. عيطوا للناس، جلسوا مع الناس، ما تخليوش الناس تحتاق انت تشبع تنولسوا تنوصلوا لطحن مو ولا طحن با ولا طحن جد. هنا في القنيطره وحنا غادي نطحن طحن هاد الجماعه كامله، طحن مواتهم كاملين. ما نوصلوا حشومه على باش نوصلوا لهذا الخطاب هكا ولا هذا الحوار هكا. يعني السبع حنا كاع الوعود كانت يعني كاذبه، وعود كاذبه، ما كاينه لا حياه لمن تنادي. راه السبيطار في الواد وحنا في الواد وهاد الناس في الواد، هذا كلشي سميتو. ما واش في هذا العالم كتسناهم تيموتوا، هما كيقولوا انا متمانيت كيبقى كيقول له سيرك ما عندكش فلوس سير تموت، وما يمكنش غادي نسمحوا في الناس تموت. وحنا المشكل ديالنا واضح بسيط عباد الله، واش ما قدرتوش تجلسوا هذا المندوب هذا للارض 28 ماكينه الا زدتي عليهم هاد الخمسه هاد الما كنحيدوا حنا كاع 10 هاد الما كنخاسرين في هي 33 خليوها 23 23 ماكينه ديال التصفيه ديال الدياليز الا ضربتيها في جوج كتعطيك 46 مريض في سميتو، ضربها في 49 مريض في ثلاثه كتعطينا 148 مريض في النهار اللي خاصها تكون محتضنه في سبيطار الغابه اللي كتصفي في الاسبوع. حنا عندنا 60 ما لا يعقل.